قال إن الحرية تؤخذ عنوة بالسيف، فمعه انقلبت المقاييس وانبثق حسام ذاك الأديب من حكاية التمرد والبطولة. يوسف بيك كرم شاب خلق بأهدين، شاب أبضوي إله تاريخ مع العثمانيين مع الأتراك، وحارب الأتراك وحافظ على أهدن ورجاله، وكان يصير معه عجيب مشان هيك احنا بنآمن فيه. ما بيروح على المعركة قبل ما يفوت يصلي. مرة وصلوا على أبواب أهدين هو عم بيصلي بكنيسة مرمامة عمرها فوق 400 سنة، ضربوا مدفع على الباب الكنيسة، قال لهم ما من كتين خلص الصلاة نطلع من حاربه. بعدين رجع هو اشترى شقفة أرض وقت مرة ربح معركة قدموا له إياها، هم قالوا له زغارته. أيوة سموها زغارته، يعني كان هون بأهدين تلج وملاح، يعني تعمل التلج مترين والعالم تتعذب، ما كان في ولا كتير ما كان في غير خال، كان ظلم وكذا. أخذ لهم زغارته، صارت العالم بتشتي بزغارته وبتصيف بأهدين. أنا بدقت هالجاروس بس انزل على صغرتي بقول له سهل أبوجي شي سيارو شي كل شي سهل أبوجي بسهل أبوجي. هم بصلي له مرة أبنه مرة سليم وبنزيل كريم. إيش ما بنطلب بيلبي لنا طلبني، قضيص دخيله بيعمل عجيب، بيجوا من آخر الدنيا علاتي مشان يشوفوا ويصلوا له. يصب كرم أبضوي سبع، الله يرحم نفسه يرحم نفس رجيله. بينما كان والده معتقلا في سجون الأمير بشير الكبير بتهمة زعامته عميتي أنطليس والحفد، أبى ذاك الذي رفض الظلم لوطنه أن يظل قابعا في رحم والدته الدافئ بينما والده مسجون ظلما. فحدث أن اقترنت ولادته بخروج أبيه من السجن مع إظهار براءته. فولد يوسف بن بطرس كرم في منتصف شهر أيار من العام 1823 في إهدن الشمالية، ليعرف لاحقا بأمير أبطال لبنان. لم يشأ والده الشيخ بطرس حاكم إقطاعة إهدن أن يرحل عن الدنيا من دون أن يحفر في مسامي أصغر أولاده معالم الوطنية الأصيلة وحب الفروسية والبسالة وإكرام الضيف. وأخذ بركة والدته مريم ابنة الشيخ أنطونيوس أبي خطار من حبات سبحة الوردية التي جعلها بوصلة لطريقه في جميع محطات حياته. في ظل أشجار الجوز أمام كنيسة القديس بطرس القديمة بدأ عشقه للعلم والمعرفة، فلم يكتفي باللغة العربية بل برع إلى جانبها بالإيطالية والفرنسية وتعداها إلى السريانية، لغة الطقوس الدينية التي تعلمها على يد الخوري موسى دويهي ليتقنها قراءة وكتابة وصولا إلى نظم الشعر بها. رفيق دربه ومسليه في لياليه حتى الثانية فجرا كان الكتاب الذي عرفه على قائدين عالميين أعجب بطريقة حكمهما، هما القيصر الروسي الأكبر وإمبراطور فرنسا نابليون بونابرت. وفي سن صغيرة نظم بيت شعر قال فيه: كل ما في الأرض للنفس فداء، وأنا نفسي فداء للوطن. عاش حياة التقوى منذ الصغر ومارس عاداته الدينية بانتظام، حاملا حول عنقه دوما ذخيرة عود الصليب المقدس. فكان أن رسم شخصيته كرجل فكر وإيمان
واستقامة، وحالة قيمه الدينية دون أن يمارس القهر والظلم والإقطاع على المواطنين كما كان الواقع حينها. يوسف كرم كان شخص كتير متدين، كان كتير قريب من الله، بيصلي دايما. يعني معروف عنه انه وقت المعارك اذا عم بيعمل مسبحة عم بيصلي، ما كان يطلع المعركة قبل ما يخلص الوردية، وكانت علاقته كتير خاصة بالعذراء مريم. هلأ كونه متدين مش يعني متعصب، متدين هو لدينه بس ما انه متعصب بالمعنى انه كان منفتح على بقية الأديان، وهذا الشيء ترجم بعلاقته الجيدة جدا مع الجيران ان كان بالضنية او بطرابلس، علاقته كانت ممتازة معهم، وهذا الشيء خلى الشمال يعني يتفادى الفتن اللي صارت بجبل لبنان. يعني اذا بتتذكري بديك الفترة كل الفتن صارت بين الدروز والمسيحية بكسروين والمناطق اللي القريبة بجبل لبنان، بينما الشمال ابدا ما صار هذا المشكل، وهذا الشيء اكيد يوسف بكرم كان له خصة بالموضوع. يعني خليني اقول انه يوسف بكرم كان بعصره رائد باكثر من مجال، يعني على المستوى هيك الإصلاحي والداخلي ما كان هو، رغم أنه يعني زعيم محلي بمنطقته، بس كان أعطى لهذه الزعامة بعد تربوي، بعد إصلاحي، بعد قيام مؤسسات اللي منها اللي ذكرتيهم أخوية أو كشاف أو تنظيم الحياة الروحية. يعني هو كان يعني مارس دور المصلح المربي مع الرعية ومع الناس اللي بيحبون أو اللي هني بيأمنوا فيه. بس خليني أقول هو كان، أنا بعتبره أنه كان رجل ثقافي وفكر، هو رجل نهضة في الدرجة الأولى أكثر ما كان هو رجل سيف. يمكن ما هو شائع وهو ما هو عام عن يوسف بكرم أنه كان يعمل معارك، كان يخوض معارك قتال ضد العثمانيين كذا، أنا بصراحة بعتبر أنه هذا جانب ثانوي، جانب عابر بحياته، بينما الشيء الجوهري والأساسي هو الفكر الثقافي التنويري الحداثوي اللي كان يعبر عنه، وهذا تجلى بأكثر من موقف وأكثر من ممارسة أو أكثر من كتابة معينة. هو صاحب فكرة الكونفدراسيون العربية التي تقول بإقامة إمارة أو نوع من مملكة فيدرالية تضم لبنان والجوار السوري القريب، لأنه كان هذا يدل على أنه كان رؤية، والرجل كان مدرك أنه ما مقدر ننفصل لنصل الانفصال بلبنان كإمارة مستقلة عن المحيط، خاصة بعدنا كنا لا نزال في زمن السلطنة العثمانية، ومشروع تقسيم المنطقة لم يكن مطروح بالأجندات في الأجندات الأوروبية. عام 1842 وعندما كان في 19 من عمره قاد كرم الإهدينيين في معركة حيرونة، وكانت هذه المعركة حجر الأساس في بدء حياته النضالية. ثم عام 1845 أمر نامق باشا 6000 من جنوده بجمع سلاح أهل الشمال بالقوة، فألحق كرم الهزيمة بهم في منطقة دوير. يوسف كرم بحكم أنه كان كتير منفتح على الغرب على الأفكار، كان عنده كتير مشاريع براسه للبنان، كان يشوف لبنان بطريقة مثالية. هلأ وقت سافر جرب يشتغل كتير أول شيء على أنه يعمل حملة عسكرية من برا تجي من اليونان، وحتى عرض أنه يرهن كان أبنائه مشان يمول هذا الشيء، يعني لسوء الحظ ما قدر ينجح فيها. الشغلة الثانية اللي كان عم يشتغل عليها كمان هي مشروع لسكك الحديد مشان استخراج الفحم الحجري من الشمال، كمان عرضها على رأسمالية فرنسوية بس، وكمان كان بده ياخد قرض ويرهن أملاكه كرمال هذا الموضوع، بس ما نجحت الفكرة لأنه بوقتها كانت شوي خافوا الرأسمالية الفرنسوية من إذا رح يربح المشروع أو لا. كان عنده كتير أفكار، ما وقف لحديت يعني ما مات، ما كان يوقف أنه يطلع بأفكار كمان ساعد لبنان. طبعا عنده فكرة أساسية رائدة، وليه اللي ضوع عليها انه كان يركز كتير بكل كتاباته وبكل طرحه على احترام حقوق العباد اللي هلا نحن بنسميها حقوق الانسان. هو كان دايما بكل كتاباته بكل افكاره بكل الاشياء اللي كان يطرحها كان يدعي الى احترام حق العباد، لانه بيعتبرها انه هذه قسم مشترك ممكن تكون بين كل الطوائف والاديان، انه يصير في عمليه احترام لها. وهذا جانب أنا برأيي مش كتير في إضاءة حوله، ما في كتير تسليط الضوء عليه. وفي صيف 1846 توفي والده الشيخ بطرس كرم،
فتولى هو الابن الأصغر حكم إقطاعة إهدن بعد خلاف مع أخيه الأكبر مخيل. مع الوقت ومع ازدياد حب الناس له زاد نفوذه وتعظمت مراكزه إلى أن عين حاكما على منطقة الزاوية. وفي عام 1860 عين وكيل قائم قومية النصارى في جبل لبنان، وكانت الحرب الطائفية في أواجها حينها بين الدروز والموارنة. في هذه الفترة وقعت ثورة الفلاحين بزعامة طانوس شاهين. طانوس شاهين كانت تحرض إلى حد كبير الكنيسة المارونية، وطبعا هو ليس صاحب مشروع مثل ما كما نحاول أن نصور هل أدي حجمه، لأنه فيما بعد تحول إلى زعيم محلي واكتفى بما قام به. وعندما تحرك الشباك كرم نحو الجنوب، عندما تحرك جنوبا انضم له طانوس شاهين من ضمن اللي انضموا لجيشه للشباك لحتى يقاتلوا في المقاطعات الجنوبية. في 9 من حزيران عام 1861 قرر يوسف باك كرم الابتعاد عن الحياة السياسية ومتاعبها قليلا، وأراد العيش في قصره الاهتني بين أهله. ولكن بما أنه حيث يضع التركي قدمه تجذب الأرض 100 عام، لم يرضى حارس هذه الأرض لها اليباس، فعدل البيك عن قراره مع إعلان نظام المتصرفية الجديد وتعيين داوود باشا أول متصرف تركي على جبل لبنان في 18 من تموز من العام نفسه لمدة اختبارية مدتها 3 سنوات. وحضر كرم حفلة تعيينه في دير القمر. بقدر أعبر عن فرحتي بقدوم يوسف بيك حتى يشارك بهالمناسبة، مناسبة تسلم حكم البلاد. وانطلاعا من هالمبادرة افتح له ايدي اثنين وبطلب منه يشاركني الطريق. إذا كانت مشاركة مضبوطة مش للاستزلام، دحني سيفي لعدلك لو عدلك ارتفع، وارفع سيفي بوجهك لو عدلك عرج. وبعد مد وجزر من المفاوضات اقتنع البيك بأن يصبح قائم مقام جزين، إلا أنه سرعان ما عاد وقدم استقالته مما أغضب داوود باشا. لكن كمان يوسف باك كرم هو من القليل من السياسيين بلبنان يلي كان يواكب مواقفه السياسية بحملة إعلامية. يعني بطلع أول شيء هو له عنده أكثر من مذكرة، أكثر من رسالة ومذكرة مطبوعة باللغة العربية وباللغة الفرنسية، لأنه كان يجي أكثر من لغة وناشر باللغة الفرنسية أكثر من مذكرة، واحدة لحكومات أوروبا واحدة للكنيسة الكاثوليكية، ورسائل كان هي عنا رد على الصحف الفرنسية اللي كانت تتناول قضيته والوضع بلبنان، وما كان هو ما فعلها كان يعمل عملية ردود بالصحف والمجلات لحتى يوضح هذه المسألة، وكان يعمل مثل كريريس يعني أنه يطبع كراس أو مذكرة يوزعها إلى الجهات المعنية ويعممها بوسائل الإعلام. وهذا في شيء مكتوب بالعربي في شيء مكتوب بالفرنسي، وهذا بدل عن ثقافة أنه كان إعلامي، مش بس كان رجل ياخذ مواقف سياسية، كان بده أنه يصير فيه إعلام وقناعة وتعميم رأي حول الفكرة أو الموقف اللي هو أخده. أنا برأيي يمكن يكون هو من السياسيين الليل أو أول سياسي على ما أعتقد كان يقوم بهذه المهمة بهذا الشكل. وفي عام 1878 استقر في مدينة قرب نابولي في إيطاليا تدعى ريزينا، واستأجر فيها قصرا أطلق عليه اسم فيلا ليبانيزا، وجعل في داره معبدا تملأه الشموع وصور المسيح والعذراء مريم والقديس يوسف، ثم تحول هذا المعبد إلى كابيلا. أسلم الروح في 7 نيسان عام 1889 في ريزينا حيث دفن، وألبسه أصدقاؤه ومحبوه فساته العربية المصنوعة من الجوخ الرصاصي المخطط بالذهب، والتي لا تزال حتى الآن تلف جثمانه. أهل الشمال مقلهينه ليوسف باك كرم، بيعتبروه قديس، وبتعرفي أنه هو جسمانه مكتوب بالكنيسة بأهدن بأزاز مزار، يعني ما كتير عالم بيطلعوا بيصلوا. بنشوفه نحن كبطل، بطل لبناني، بطل وطني،
بنعتبرهم مثال اعلى لنا، وبنتمنى انه كل السياسيين بلبنان يا ريت بياخذوه كمثال اعلى كمان، لانه هو شخص غير انه حارب الاتراك وربح بالمعارك وهذا شيء كثير مهم، بس كان عنده الوجه الثاني اللي هو الوجه الفكري والمنفتح، والوجه كمان كل شيء بيعمله كان مرتكز على الحق والعدل، وكان كثير مترفع عن مصالح الشخصيه والضايقه، كان يعني املاكه كان عطيها يعني وهبها بعدين وهب تلت املاكه للكنيسه وللوقف، هذا الشيء كثير قليل للعالم اللي بيعملوه بحياته. اليوم هو حاضر في باحه كنيسه ماجرجس في اهدن ممتطيا حصانه، وجهه نحو بشره، اذ لم يرضى الفنان سعد الله الحويك ان تراه الاجيال لاحقه الا بصورته المعهوده شامخا. شأفة القديس كما لقبه الخوري يوسف العالم هو حالة نادرة من الصعب أن تتكرر، رجل أثبت أن الشجاعة هي الحرية، وأننا نحن مهما كان حجمنا في المجتمع بإرادتنا نحدد مصيرنا وننتصر.